أجمل نهضة بإذن الله، ما أروع يجمعنا رسول الله، كتاب أمة كتاب قومة نهج رسول الله، كتاب نهضة كتاب وحدة حبيب رسول الله، ما أرقى أن نحيا بإسم الله، ما أغلى يهدينا رسول الله، بيان واضح مورد مجدد روح رسول الله، كتاب نهضة كتاب وحدة حبيب رسول الله. السلام عليكم إخوتي الأحبة في وطننا الإسلامي الكبير ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. جاء رجل إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأنى ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل، انتبهوا يا شباب اللي يعلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحطوا عليها المنهج كامل في القيام لله ورسوله وكل الأفعال لله ورسوله والأقوال لله ورسوله مختصرة في معلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، الآن يرشدنا بهذه الجملة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كأنه الحبيب صلى الله عليه وسلم بيحكي فقط ولا غير. لاحظوا وتأملوا المشهد من الخارج، دعونا نخرج خارج المشهد ونتأمل ونتطلع حال المسلمين وماذا يقولوا وماذا يفعلوا، ولاحظوا من نناشد ولمن نلجأ دائما وأبدا. مثل ما انتم شايفين، حكام متآمرون وغرب قاتلون، وعلماءنا للأسف مشتتون، ونحن كأمة متفرقون، فأنا تنصرون؟ يا شباب، بكل صراحة الحدث وما نمر فيه الآن لا يحتمل مجاملة، وأيضا لا يحتمل مضيعة للوقت. فلاحظوا يا شباب إنه المشهد ما نعيشه جنوني ومشلول عن الحركة وعن أخذ السبب. فلاحظوا معي، فئة من المسلمين على كل المستويات يا شباب، علماء أو إعلاميين معارضين أو من الجيش أو من الأمن وأيضا حتى من الثائرين، بين مناشد للحكام وبين ذام للحكام، يعني كل ما يجتمع علماءنا أو مثقفون أو قياديون أو معارضون، راقبوا يا شباب، لا تجدهم إلا في الخانتين هذول، مناشدين هيك ومعلقين ومحللين أو ذامين للحكام، يعني أغلب وسائل التواصل ما بتفتحها إلا ذم عليهم. وسبحان الله، هذا بعد إيش؟ بعد ما أوضح
رب العالمين بجلاء يا شباب. انتمائهم وعمالتهم وخيانتهم لله ورسوله والأمة. وبالعكس لا تجد بعضهم إلا يقوم بدعم الصهاينة وحصار غزة ضد ربه ورسوله وشعبه وأمته بتكبر. يعني يا شباب لو تدخلوا هذول أكثر من هذا هم يساندوا الكيان الصهيوني، وهم بجلاء ربنا أوضح إنهم يحاربوا غزة ويحاربوا المقاومين وكل من يقوم لله ورسوله. فاطلعوا الجنون، إحنا نناشد بمن ونعلق على من ومنستنى بمن إنه ينصرنا. وانتوا لاحظتوا يا شباب التقارير اللي قاعدة تظهر تباعا من الغرب ومن مسؤولين الغرب ومن نتنياهو، هم اللي بناجدوا فينا نخلصهم من غزة. صدق وهو الكذوب. واطلعوا بعض المسؤولين الغربيين ومنهم في الجيش، هم اللي بيحكوا لهم اقتلوهم اقتلوهم اقتلوهم، هذا حرفيا هم بيحكوا لهم ايه، خلصونا منهم، امسحوا غزة عن الوجود. وفي مقدمتهم طبعا يعني هذا المسخوط منظرا ومخبرا عاهد الجواسيس هذا المعاق كرامة وعزة اللي هو بتاع عبس هذا بتاع السلطة، هو كمان قاعد يساعد الكيان الصهيوني خفاء ضد الأمة وضد غزة. اطلعوا انتوا قبل فترة هاي مسؤولة من السلطة قاعدة بتحكي حماس يعني انتوا تاركين الشعب وانتوا متخبيين في مستشفى الشفاء تحت غرف الولادة، وبعد فترة بعد بيوم ولا يومين نفس الكلام حكى المتحدث الصهيوني هذا بالجيش. يعني في تنسيق. هذا الصعلوك يا شباب اللي بفهمش الطمسة من اللمسة، هذا اطلعوا بيقول لك أنا ما بنام إلا كل ليلة أحضر لمغني راب يهودي. هذا الإنسان العظيم، يعني في حدا منكم بيحكي بوجه للي حواليه، يعني في حدا منكم بحضروش؟ أنا كل ليلة لازم أحضره. وبصف فيه يعني قاعد بيحكي هذا العظيم المغني العظيم. عظم قرد اللي يسحبك انت ومن على شاكلتكم، ربنا يخلصنا من هالوجوه العكرة المذمومة منظرا ومخبرا. فعلا يعني استحقيت ابو رغال الامة بعد طبعا فرعون وشيطان الامة. يعني اكتب وين ما كان شيطان الامة فرعون الامة بيطلع لك مين. كل واحد احتل مكانة، يعني لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. مثل يا شباب ربنا ما أعاد كثير فرعون في الآيات، إنه يظهر فرعون كذا مرة، يعني أيضا يظهر سيدنا موسى كذا مرة بإعادة القرآن للقصة. هذا دائما هذه سنة رب العالمين سبحان الله. تجد من يقوم لله ويحتل مثل الصحابة ومثل سيدنا أبو بكر ومثل سيدنا عمر، من يفصل ربنا بينهم بين الحق والباطل، وتجد على الطرف الثاني الشيطان وحزبه وكل له معشوق لا يرضى به بدل. وهذا طبعا ليش يا شباب؟ لأنه غزة الآن حقا يعني تمثل الإسلام والمسلمون، المسلمون الصادقون يا شباب. والمعركة الآن بين إيمان وكفر. لاحظوا أنتوا كيف اجتمعوا كل الكفرة على رسول الله وفي الأحزاب. لاحظوا الآن كل الغرب بما في أمريكا وكلياتهم يجتمعوا على بضعة رجال بأسلحة بدائية، العالم كله يساند الكيان الصهيوني بما في بعض خونة العرب والمسلمين. فالمعركة الآن يا شباب وضحوها وأعلنوها، المعركة الآن بين إيمان وكفر، المعركة الآن معركة عقدية دينية وجودية فاصلة بين الإيمان وأهله والكفر وحزبه.
عشان هيك الكل يتكالب الآن على المقاومة وغزة ويبيد فيها يوم بعد يوم، وهي محاصرة الآن ويقتلوا قاعدين وإحنا مش قادرين نسوي شيء. فالسؤال يا شباب الحقيقي اللي دائما نتهرب منه، طب إلى متى؟ إلى متى إحنا مش قادرين نسوي شيء؟ إيش الأسباب؟ لاحظوا يا شباب الجنون اللي إحنا فيه، والمؤثرين على وسائل التواصل، لاحظوا يا شباب، والمشايخ والعلماء، لاحظوا الكل على وسائل التواصل الآن افتحها قاعد بيشتم في الحكام. الكل ما في صغير ولا كبير اجتمعوا كلياتهم وبيشتموا فيهم. فالسؤال يا شباب، طيب ماشي وماذا بعد؟ هنا السؤال يا شباب، ماشي وماذا بعد؟ وفئة كبيرة منا قاعدين فقط للتعليق والتحليل، قاعدين يحللوا في الحدث وبيجيبوا انه في تغيير ومن الماضي والتاريخ، فقط تحليل وتعليق. طيب ماذا بعد؟ وللأسف كثير منهم المثقفين لا يخرجوا. يا شباب راقبوا راقبوا المشهد، خلينا ننزل ونوقف على الأرض نحكي بواقعية، لا تجدنا إلا بين معلقين ومحللين أو ناس شتامين. ماشي طيب ماذا بعد؟ السؤال يا شباب، ماذا بعد؟ ما يجب علينا على أرض الواقع؟ وفئة يا شباب وللأسف أكثرهم من الشيوخ تكثر من الدعاء وبيحكوا للناس أكثر من الدعاء. ماشي حسن طيب وماذا بعد؟ الدعاء يقبل هيك يا شباب لما تدعو، ولا إله مقرونات وإله أسباب وإله ما يقبل به الله الدعاء وما يرده؟ وفئة كبيرة يا شباب، هؤلاء الأكثر وهؤلاء اللي يحزن القلب، العامة والمسلمين تثور بالشوارع تصرخ. ولاحظوا يا شباب صرخهم هذا لأنه أتيح لهم المجال، لا تحتجبوا في هتافاتهم، هم قاعدين يتحججوا بغزة، وإلا كلياتهم الآن من هذا الوضع ومن هذه الخيانة ومن حال الناس ومن السرقة ومن التآمر، هو هذا الحال الحقيقي اللي يهتفوا منه باسم غزة. فالناس تصرخ الآن وتطلعوا استنفار ألوف مؤلفة بل تصل لملايين، ولكن وين الكارثة يا شباب؟ لاحظوا الجنون بلا قيادة، ما في قيادة تقود المشهد سواء سياسيا سواء ثوريا في الشوارع، ما في قيادة ولا في أي تأثير على الأرض أو لاتخاذ القرارات أو إن نمسك في زمام المبادرة. فالملايين تجد لا يلقي أحد لإلهم أي بال. طيب والملايين قاعدة تهتف، إذن الخطاب إيش؟ طيب وماذا بعد؟ هل رح نضل نصرخ حتى إن نتعب وننفس عن حالنا وبعدين إن نعود لبيوتنا كأن شيئا لم يكن؟ والأمر مختلف يا شباب، والله إن الأمر يختلف الآن. مسألة بدنا نقوم لربنا ورسولنا ولا بدنا نضل مع القاعدين والمتخاذلين والمعلقين والمحللين؟ أسألكم بالله يا شباب، بخاطب ضمائركم وإحساسكم، هل هذا يغير حال بين متخاذلين وبين معلقين وبين محللين وبين مناشدين؟ بعد كل هذا يا شباب لسه قاعدين بتناشدوا متأملين خير في بعض حكام؟ مش قلنا لكم من قبل اتوضوا سبعا وغسلوا إيديكم سبعا إحداهن بالتراب، ربنا كشفهم لإلكم. وإذا تدخلوا وهم متدخلين مع الأعداء ضد الإسلام والمسلمين وغزة والمقدسات ورب بتناشدوا اثنين قاعدين زي مشهد المجانين. والله يا شباب فينا من الطفولة يعني شيء غير معقول. انتوا لاحظوا الكتاب من حد ما بلش يركز على إيش؟ على النفس، على الوحدة، كيف آليات العمل على الأرض حتى إنا نأخذ التأثير
لا مؤثر، لا قيادة، حتى أن نأخذ القيادة، نأخذ زمام المبادرة، ويكون الطرف الثاني في ردة الفعل وإحنا الفاعلين. إنك أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وحتى تعرفوا يا شباب أهمية هذه الكلمات وهذا المقطع، من أيام وما زالت الرؤية متواصلة، ما رضي الحبيب والإشارات إنها تكون والفقير في الأرض. لاحظوا أهمية ما نعيشه يا شباب. والله كل شوي يأخذ العبد الفقير إلى الله، إلى سما، ويسمعوه إيش اللي يدور في الأرض، ثم بعد هذا يصعد لسما غيرها، حتى إنه رحت على أماكن أول مرة، مع إنه بتعرفوا يعني من زمان والفقير الصغير، عشت حياتي كلياتها يعني تقريبا في السماء، بتشوف أهل الأرض واختلافاتهم وماذا يقول وكل هذا، حتى تنظر على المشهد من بعيد. ولكن في هذه الفترة الصعود كان أكبر وكانت القوة أكبر، وأقسم بالله العظيم ما زلت يا شباب لغاية هذه الليلة اللي بصور لكم فيها وهي تكتمل لقبل صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر، وتطلعوا الكلام ما كان والعبد الفقير إلى الله على الأرض، لا، اصعد للسماء. حتى يا شباب الكلام ما كان إلا وين، أقسم بالله إني شعرت في وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم كأنه يلامس وجه الفقير والعبد إلى الله، ولحية الشريفة تلامس لحية الفقير إلى الله. والله يا شباب ريح هذا المسك الخفيف ظهر، إن السائم الباردة من ريح الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإنه يقرب الوجه لدرجة يعني قريبة جدا من وجه الفقير، حتى إنه يكون الكلمات، ولاحظوا مش على الأرض، هذا بعد الصعود للسماء، حتى نعرف يا شباب أهمية ما نعيشه وأهمية الكلمات وأهمية المرحلة، إنها فعلا فاصلة بين أهل الله ورسوله وأوليائهم وحزبهم وبين الشيطان وحزبه وكل من يمثله الآن. وكان يا شباب الحبيب صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يعقد اللواء مع الأنبياء والمرسلين والصالحين والصحابة وملأ كبير من الملائكة. لاحظوا انتوا هذا الجمع، انتوا بتعرفوا يا شباب انه لسنين كانت ناس تشاهد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومرات بتكرار الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأيام يا شباب الحبيب يظهر وفي معه ملأ من الأنبياء. وصدقا يا شباب يعني حرفيا وبالمعنى بالضبط، مش عارف إيش معنى هذا يعني بالضبط، لسه مش قادر أحيط إيش هذا المعنى، يعني ليش دايما إنه حوله الآن الأنبياء والملأ الأعلى وكل هذه الوفود والصالحين والأولياء والأنبياء والصحابة وملأ كبير من الملائكة، وفي ناس كثير لا نعرفهم يعني لأول مرة يظهروا. حتى نعرف حقا يا شباب، ولو عبقت بالشرق أنفاس طيبها وفي الغرب مزكوم لعاد له الشم، ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت لعادت إليه الروح وانتعش الجسم. هذا المكان الوحيد بالله ورسوله اللي هو يكون الحياة الحقيقية والإحياء في الدنيا بالله ورسوله، وما عداهم موت حقيقي. فيا شباب انتبهوا وانشروا معنى كلام الحبيب بالمضمون والسياق وليس حرفيا، انتبهوا، وبالذات علمائنا الله ورسوله يحملون تفرق العلماء وعدم انضمامهم لأمر الله ورسوله اللي هو الكتاب، ومماطلتهم في الاستجابة وزر ضياع الأمة وانحدارها وتأخرها. فما ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم لسنين وأمر بإعلان الكتاب حتى يهمل.
فمن أجل هذا تبعنا يا شباب وأهملنا كل شيء، تبعوا شباب وأهملوا كل شيء ما عدا الله ورسوله. هون يا شباب يبين الصادقين، هون يا شباب، هون الاختبارات، هون من مع الله ورسوله واللي ينصر الله ورسوله والقائمين لله ورسوله، ومن بعبع وكلام فقط للاستهلاك وللإعلام. فللأسف يا شباب العلماء كل من سمع ولم يتابع ولم يتحقق وبعد هذا ينضم، فليراجع هل الله ورسوله قربوه ولا أبعدوه. والمهم من هذا يا شباب إنه قد أوشك الله ورسوله تجاوزهم العلماء. بالله عليكم اطلعوا، من أول ما ظهر الكتاب إلو سنتين، الآن لو انضمينا وتحت راية الله ورسوله ونتوحد ونمسك في زمام المبادرة اجتماع لا تفرق بعده، مش مناشدات يا شباب، الفقيه والعبد لله يا شباب، وتابع علمائنا واتحاد علماء المسلمين واتحادات بقفوا ويناجدوا في الحكام اللي ربنا بين لهم انه هؤلاء ضدكم. تلاحظوا الجنون يا شباب، وبعدين بنفضوا من المؤتمر وبروحوا او عن طريق التواصل. اسألكم بالله هذا حق الموقف؟ هذا ما يريد الله ورسوله ولا يا شباب اجتماع على الله ورسوله ووحدة وانضمام وتنسيق ودعم، إنه ما يكون لهم شغل ولا شيء عن الله ورسوله. وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. هنا التأثير يكون، وبإمكاننا إن نجتمع ونفعل ما يريد الله ورسوله، ولكن إذا كنا بعيدين عن الكتاب خسرنا ركن شديد، ركن الله ورسوله ومعية الله ورسوله وإذن الله ورسوله، وهذا هو الهدف والفوز يا شباب. وهون القيمة، وهون أسمى الغايات والأهداف. انتوا طلعوا جمع يتصرفوا بأهوائهم ومحيطهم وما يروه، وجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يصعد لله بالله وإلى رسول الله برسول الله. فشتان يا شباب بين الثرى والثريا في الأمر. فسنة صرنا مضيعين، كان الآن والله اتغير الموقف، يحمل وزره العلماء. انتوا طلعوا يا شباب، في منهم وصلوا لهم شباب الكتاب وقالوا لهم رسول الله. لاحظوا انتوا الدمار لحد وين، قالوا لهم رسول الله. يعني اي واحد هيك بصير عنده استنفار، رسول الله بده منك انه تنضم وتأتي للباب قبل ان يغلق. فبالضرورة يا شباب العبد المخلص لله لا يهمل جانب الله ورسوله ويتبين ويتأكد، ثم فورا ينضم لأمر الله ورسوله. يا شباب اليوم لا ينكر أمر الله ورسوله الكتاب إلا مختل عقليا وناقص إيمانيا. الحق كيف يعرف يا شباب؟ انت شيل الكتاب كأنه ما أجا. إيش بالله عليك مطلوب الوقت؟ فرض الوقت وواجب الساعة إيش؟ القرآن على ماذا يقول؟ الحبيب على ماذا يحث؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم لو بيننا برضى العلماء هاي مواقفهم؟ برضى إنا كأمة نضل متفرقين؟ لاحظوا الكتاب يمشي على القرآن والسنة، هو فقط بيحكي لنا قوموا بما يجب عليكم، فهو موافق لله ورسوله والقرآن والسنة ومحفز على هذا. ما في حجة يا شباب للي بده يستعبط ويستهبل وينكر حتى إنه ما يقوم بالذي عليه. الكتاب بيقول لك بلش من نفسك، ثم الدوائر الصغرى إلى الكبرى، وهون يكون المنهج القويم. فعلماءنا ضيعنا سنة وأكثر للآن، هي السنة الثانية بلا قيادة للأمة حتى إننا نأخذ بزمام المبادرة
فيبايع الملايين على هذا الجمع اللي فوقهم توقيع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن هيك يا شباب كانت إشارات الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه الكتاب لا يذهب لأحد. ليش؟ حتى يضمن الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه يتسابق كل صادق ومخلص على باب الله ورسوله الكتاب قبل أن يغلق. والأهم كمان يا شباب إنه يعوض الناس فيه، هذا أمر الله ورسوله، خاصة العلماء، تقصيرهم في الإخلاص لله وعبادة الله كما يحب، وكثرة الصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم ليتحقق التواصل معه ومشاهدته، اللي كثير من علمائنا لمح الحبيب صلى الله عليه وسلم ليسوا أهل لحمل شهادات، ولو كان الحبيب صلى الله عليه وسلم موجود لسحب كل هذه الشهادات، وكان هناك إعادة منح الشهادات لمن يستحق حقا. وأرجو في هذا من شباب الكتاب عمل آلية تسهل على الناس الانضمام والتواصل، يجتمعوا شباب الكتاب ويشوفوا يعني إنه كيف يكون الأمر سهل على العلماء والناس إنه كيف يتواصلوا مع الكتاب، حتى إنه الكتاب يبين ما يحب الله ورسوله الآن في وحدة ونهضة الأمة. وأما الأمر الثاني يا شباب فهو خاص نوعا ما، يخص لعائلة العبد لله والفقير إلى الله، وخاصة الشباب من هذه العيلة. منحكي لهم بحرقة وبألم وأسف، مالكم ليس لكم حس ومشاركة وقوة انضمام؟ فوالله هذا الأمر حج على كل فرد من العائلة قبل ما يموت، وعلو لمن أخذوا بحقه بقوة وتواصل مع شباب الكتاب وانضم على ما يحب الله ورسوله. نلخص المسألة يا شباب، ما بنفع نضل زي المجانين، المشهد جنوني. ربنا فرز بين الخائنين والمعادين لله ورسوله وبين مع الله ورسوله، وعنوانها غزة والمقاومين. فإحنا بدنا نتهرب من حق الموقف، بنضل يا إما بنذم في حكام يا إما نناشد، والساحة فاضية بلا قيادة، والقيادة عقدها الحبيب صلى الله عليه وسلم الآن. كلنا يا شباب وولك المتحدث بدنا نمشي فقط نبين ما يحب الله ورسوله، حسم الأمر، القيادة موجودة واللواء معقود، بقي علينا إننا نقوم بحق الموقف، فرض الوقت وواجب الساعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ضيعنا عمرنا وضيعنا سنين يا شباب، وضيعنا الأمة، وأصبحنا في أذيال الأمم مقهورين مذلولين خائفين مضطهدين، ما بنقدر نحكي كلمة، وإحنا ما زلنا نأخذ نفس الأدوات السابقة، وبدنا نورث هذا للأجيال القادمة. لا والله، بل أخاطب شباب الجيل وأقول لهم دعوا كل ما يفرقنا، دعوا الطائفية والحزبية والمناطقية وهذا العفن، وتعالوا إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث النصر بلا خسارة. ونقول لا ينال المجد من طبعه الخور، ولا تسل عن العلا من ليس مغترب، فما كانت المعالي والرتب لمستكين بمواقف الحق والرجال محتجب، يساق مع القطيع بعصات واحتقار، حمل وديع لمعتوه مستبد ومستجب، ولم يعلم أن الأيام دول تقبل وتدبر، تدور دوائرها والدهر معكوس ومنقلب، فهل رأيتها دامت لملك متجبر؟ إذا رفعت خفضت وهو بالحساب مكتئب، ف
فيعلم حينها الطاغية أن زبانيته خدعوه بسلطانه والشعب منتصب. هذا الشعب الذي حقرته بجبروتك، أين ملأك؟ ما لك ترتعب اليوم تنتقب؟ وهذا هين أمام حساب ملك الملوك، أين ملكك؟ ما لك تخاف اليوم تنسلب؟ اليوم تعلم أيها المتكبر أن الأمة لم تخلو يوما ممن بالله معتصب. دستوره وهداه ومنهجه قرآنه، وإن أردت ولا أن تجده للقرآن منتسب. يلازم باب الحبيب معتكفا وقائما، تربى على هديه وهو له مصطحب. شاب يخوض غمار الصعب مبتسما، ويقوم وسنان الخوف مختضب. إن سل صارمه وعزم على أمره، أشرق الصبح وشق الله له الحجب. يرفع مقام الله ورسوله في حياضهم، لا يبغي جائزة غير الله محتسب. فعمي إن لم يروه ولو أجفانهم ناظرة، وخرس إن خذلوه ولو الفم منتدب. والمحن والصعاب تشهد ثباته لله، لا يرضى خنوعا والإقدام ملتهب. وحش لا يخشى في الله نازلة، وخيل للخيالة يتقدمهم، وللغنائم مجتنب. وأسد إذا نزل بغابة ظلومة ووحل، زأر بالحق فحجم مستبد ومنقلب. فما غاب إلا ليحضر، والسهم مصوب، فيصيب جمعهم المغرور منتحب. يترك ملاعب السهل والناس باعتراك، فإن نزل بملعب فالكل منسحب. يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفانا هزوا ولعبا، تعالوا إلى الله وإن شاء الله سننتصر به.